أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. مواطن هندي اختطف في عدن منذ عام يقول: الخاطفون يعاملونني وفقا لإمكانياتهم المتواضعة. موقع تابع للجيش الوطني يؤكد أن الخط البحري في عدن أصبح خاليا من الألغام. صحيفة عربية تتحدث عن معلمين يمنيين تركوا طلابهم بعد توقف الراتب والتحقوا بأعمال شاقة. وفي الأخبار الأكثر قراءة، مدينة إيطالية تمنح 2000 يورو لمن يعيش فيها، ورئيس أمريكي يؤلف كتابا عن الرئيس المفقود. أهلا بكم. قال موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني إن الفرقة الوطنية لمكافحة الألغام في العاصمة المؤقتة عدن انتهت من نزع الألغام بشكل كامل من مشروع الطريق البحري. ويفيد الموقع أن مشروع مكافحة الألغام يأتي بالتعاون مع منظمة اليونسف وبدعم قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن. وقال سبتمبر نت إن مشروع الخط البحري يعد أحد أهم الطرق الاستراتيجية بالعاصمة المؤقتة عدن، وسيتم تنفيذه واستكماله مباشرة بعد تسليم مقاول المشروع نسخة من محضر الانتهاء من نزع الألغام. والجدير ذكره أن ميليشيا صالح والحوثي زرعت مئات الألغام في كثير من الطرقات العامة في عدن قبيل دحرها وتحرير المدينة. بث خاطفو المواطن الهندي توم هازو نيلي تسجيلا مرئيا طالب فيه المختطف بالتدخل لإطلاق سراحه وفقا لعدن تايم. فقد اختطف أزهو نيلي من دار العجزة في الشيخ عثمان بعدن عقب هجوم إرهابي على الدار مطلع العام الماضي. وقال المواطن الهندي في تسجيل مرئي إن صحته في تدهور كبير ويحتاج للعناية الطبية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه تسلم رسالة من أسرته وطمأنها بتلقيه معاملة جديدة حسب إمكانيات الخاطفين. وأكد أن الخاطفين تواصلوا مع السلطات الهندية دون الاستجابة لمطالبهم، مختطما طلبه بقوله: أرجوكم أسرتي العزيزة، ابذلوا كل ما تستطيعون لإطلاق سراحي، أتوسل إليكم. أنا في إب. تحت هذا العنوان والذي تكرر كثيرا كتب أحمد خرسان مقاله المنشور في الوحدوي نت، وقال في جزء منه: مرافئ جاهزة للندم وقوارب عالقة في قبضة المد، أقاوم التآكل كمعدن رخيص تلقفته غوائل المناخ وتقلبات الطقس. لا رفيق لدي سوى الخيبة والإحساس بالهزيمة والرغبة في أن أغادر هذا العالم صوب الوجهة التي تخلصني من حظ العاثر. أنا في إب. تتساقط من يدي الأحلام وأعجز عن الرد أمام طفلتي وهي تسألني ببراءة من لا يدرك: ما الذي أبقى الأوغاد من أبيها؟ متى ستشتري لي حذاء جديدا؟ كيف يمكنني أن أخبرها ألا أحذيت هنا؟ أنا في إب. أتكدس على الأرصفة وأذرع الشوارع بحثا عن ظل حنجرتي، وصدى صوت العائد كيتيم فقد أبويه في حادث سير مفزع. لست وحدي من يقول أنا في إب. أتتبع خطى الشهيد أمين الرجوي وأرفع أثر ابتسامته من على الطرقات والأرصفة، وأقاوم السقوط في بئر الفاقة بما تبقى لدي من حماسة وصلابة منحتنيها ساحة الثورة التي حولها اللصوص إلى غنائم وهدايا وهبات مجانية. أتجرع مرارة الفقد وأحاول النسيان كطريقة لم تعد مجدية تجاه قلبي المشرع للخرائب. أفاد مصدر أو أفادت مصادر محلية لموقع الصحوة نت أن الميليشيات الانقلابية تواصل الزج بعشرات الأطفال إلى جبهات القتال مستخدمة أساليب الترهيب والترغيب لمواجهة العجز الكبير والاستنزاف التي تتعرض لها عناصرها في مختلف جبهات القتال. وقالت المصادر أن ميليشيا صالح والحوثي نفذت حملة تجنيد إجبارية لأبناء المناطق، بينهم عدد من الأطفال في محافظتي المحويت والحديدة غرب اليمن. وأفادت المصادر موثقة في محافظة المحويت أن الميليشيا أو موثوقة أخذت من الوجهاء الموالين لها في المحافظة التزاما بتجنيد أفراد جدد في صفوفها والدفع بأطفالهم إلى صفوف القتال لمواجهة العجز الذي تعانيه في الجبهات.
وتحدثت المصادر أن قيادات الميليشيا في المحافظة تشرف على التجنيد على مستوى العزل والقرى، وتحشد الطلاب من المدارس للتجنيد، وذلك بتواطؤ من القيادات التربوية في عدد من قرى وعزل مديرية ملحان بالمحافظة. إلى موقع الوحدوي نت، إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب التقى وفد شركة دي سيرفيز الأوكرانية المكلفة بإعادة تأهيل المحطة الحسوة الكهروحرارية في عدن ورفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية إلى 100 ميجاوات. وتسلم الوزير من وفد الشركة مسودة اتفاقية تنفيذ المشروع المزمع توقيعها خلال الأيام القليلة القادمة لبدء تنفيذ عملية التأهيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وقدم الوفد الأوكراني شرحا حول ما سيجري تنفيذه والمدة الزمنية والنتائج المرجوة عقب الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع. في جزء من مقاله المنشور في موقع بوست، يتحدث مروان الغفوري عن شخصيات تحاول لعب دور القيادات البديلة للدولة، ويضيف: نحن أمام فاعلين محليين يرفضون حضور أي شكل للدولة ويقدمون أنفسهم من خلال الحشود الفوضوية الشعبوية بديلا لها. لا يوجد فرق سوى في الدرجة بين التمرد الذي نفذه كبار الفاعلين في صنعاء وذلك الذي يقوده الفاعلون الجدد في مدن الجنوب. فقد وضع الرئيس هادي في إقامة جبرية في المحافظة البديلة عدن بطريقة تختلف فنيا وحسب عن محبسه في العاصمة صنعاء. من المثير أن دول التحالف العربي تغض الطرف عن الانقلاب الكبير الذي يجري في عدن بتلك الصورة التي رأيناها في الأيام الأخيرة، حشود شعبوية بلا هوية واضحة تفوض جنرالا معزولا بإدارة شؤون البلاد، البلاد التي يزعم التحالف العربي أنه قدم إليها ليدعم سلطتها السياسية المنتخبة والمعترف بها دوليا. يوجد في اليمن العديد من الجنرالات القادرين على تحريك الجماهير، وهم مستعدون على الدوام مصادمة السلطة المحلية من خلال الجماهير. لا يزال الشعب اليمني يعيش خارج المؤسسات والتنظيمات والروابط على شكل جماهير، وبمقدور أشخاص ذوي قدر ما من الحضور الشعبوي والاجتماعي اختطاف نصيب من الجماهير والزج به في هذه الجهة أو تلك. عن فرض حالة الطوارئ في مديرية منسية، قال موقع المشاهد نت إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية والسلطة المحلية بمديرية دوعن التابعة لمحافظة حضرموت فرضت حالة الطوارئ في المديرية. وقالت السلطة المحلية في بيان لها: من أجل تثبيت الأمن بالمديرية ولمصلحة دوعن وأهلها نضطر آسفين لفرض حالة الطوارئ. وأضاف البيان أنه سيتم منع التجوال في الخط الأسفلتي وبين المناطق في الوادي والهضبة من الساعة 8 مساء وحتى 5 فجرا، وذلك لمدة مؤقتة. ودعت قيادة المنطقة العسكرية الثانية والسلطة المحلية بالمديرية المواطنين للإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سيارة أو عناصر مسلحة مجهولة، مع الاحتفاظ بسرية المعلومات وعدم الكشف عن هوية الشخص المبلغ على أرقام عمليات دوعن. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اضطر عبد القوي أحمد مدرس اللغة الإنجليزية في إحدى المدارس الحكومية في ريف تعز بحسب صحيفة العرب الجديد إلى ترك طلابه ومدرسته بعد 6 أشهر من توقف الراتب، وانتقل للبحث عن عمل في عدن، ومنذ شهرين أصبح عاملا يحمل الطوب وأكياس الأسمنت. وقال أحمد لي العرب الجديد: لم تكن لدي خيارات وأنا أرى أطفالي يتضورون جوعا ولا أستطيع إطعامهم، لقد نفذت مدخراتي من النقود وانتهى مخزون البيت من الغذاء، اضطررت لاستلاف مبلغ مالي، وبعد 6 أشهر من المعاناة قررت التحرك للبحث عن عمل وتركت أسرتي وتلاميذي. وأطلق مواطنون مغتربون يمنيون بدول خليجية وأمريكا مبادرات لدعم المعلم من خلال جمع تبرعات تهدف إلى تأمين رواتب المعلمين في بعض المناطق وتأمين استمرار الدراسة، ولا تزال المبادرات مستمرة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وجمع مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة والسعودية 2 مليون ريال
تبرعات لدعم المعلمين في المدارس الحكومية بمسقط رأسهم في منطقة ملاح بالبيضاء. وتولت لجنة مجتمعية شكلها الأهالي تسليم المبالغ لحوالي 70 مدرسا بواقع 25 ألف ريال شهريا لكل مدرس ولسبعة أشهر، ويبلغ راتب المدرس 80 ألف ريال شهريا. صحيفة الحياة قالت بأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء ركن حسين عرب ومعه محافظ عدن عبد العزيز المفلحي افتتحا المجمع الرئيس لقيادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان العامة في العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب اللواء عرب فإن المجمع سيسهل على القيادة العليا استلهام المشكلات والهموم الآنية والمستقبلية التي يعاني منها منتسبو القوات المسلحة والأمن، وأهمها حقوق ومستحقات العسكريين وبناء وتأهيل الكادر العسكري. وأشارت مصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يستعد عشرات الآلاف من عناصر الجيش لعملية اقتحام محافظة الحديدة واستعادة مينائها الرئيس من أيدي الحوثيين واستكمال سيطرة الشرعية على كامل الساحل الغربي لليمن. الغواية الفرنسية، تحت هذا العنوان كتب اللبناني إلياس خوري مقاله المنشور في القدس العربي، متابع. هناك غواية فرنسية تسكن في وعي العالم الحديث من الثورة الفرنسية إلى كومونة باريس وثورة مايو 1968 ومن سارتر إلى كامو ومالرو. سحر خفي دفع كبار كتاب وفناني العالم للهجرة إلى باريس أو الإقامة المؤقتة فيها. والغواية الفرنسية متعددة الوجوه، من الأناقة إلى الأدب والفن، ومن الأجبان إلى المطبخ الفاخر. لم تكن الغواية الفرنسية تشبه الخطيئة كما يدل المعنى القاموسي لكلمة غواية، وإذا تضمنت شيئا من الخطيئة فهي خطيئة أزهار الشر التي تقع ما بعد الخير والشر. لن أتحدث عن غواية اندثى كي لا أقع في مرض الحنين الذي أكرهه لأنه صار مرادفا للعجز، ولكنني لا أستطيع وأنا أراقب الانتخابات الفرنسية سوى الشعور بالأسى. هناك يدور صراع بين مرشح المصارف وبقايا المؤسسة السياسية وبين الفاشية التي تشهد صعودا لا سابق له. أما هنا فالمسألة لا تتعلق فقط بقانون انتخابي، صارت الطبقة الحاكمة عاجزة عن بلورته بسبب جشعها وشراهتها للنهب والتسلط والديكتاتورية، بل لأن الطبقة الحاكمة تجمع طرفي المعادلة، إنها سلطة رأس المال المتوحش والمصارف من جهة، كما أنها تجسد الفاشيات الطائفية من جهة ثانية. جميع أمراء الطوائف يجمعون هاتين الصفتين. نحن عالقون في دوامة استبداد طائفي معوق ومشلول وفاقد للمعنى، أوطان محتلة بشكل كامل، لكن الاستبداد ومرآته الأصولية وحروب الوحشيات الطائفية تمنع الناس من رؤية حقيقة بلادهم وتجعلهم أسرى حروب أهلية صار الناس فيها مجرد أدوات، وفقد العرب القدرة على أن يكونوا طرفا حقيقيا فيها مع أنها تدور على أرضهم. نحن لا نملك كالفرنسيين الخيار بين الكوليرا والطاعون، لذا علينا إذا كنا لا نزال نؤمن بقيم الحرية أن نبدأ من الأول، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعادات و1500 أسير فلسطيني مضربين عن الطعام وسط لا مبالاة سلطتي الأمر الواقع في فلسطين. الغواية الفرنسية تغرب اليوم ومعها يغرب عالم قديم، ويولد مسخ هو مزيج بين الرأسمالية المتوحشة والفاشية. علينا أن نكتشف أبجدية مقاومته. الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى الساحة، ولكن ليس الساحة السياسية بل عبر نافذة أخرى، وعنون موقع هاف بوست عربي الرئيس المفقود أو الرئيس مفقود، رواية لبيل كلينتون تتناول كل ما يدار خلف الستار في البيت الأبيض. وقالت دار نوف دابلي وهاتش بوك للنشر في بيان إن بيل كلينتون يعمل مع الكاتب جيمس باترسون على تأليف رواية عنوانها الرئيس مفقود ستنشر في يونيو 2018. وقالت الشركتان إن الكتاب سيكون توليفة فريدة من المؤامرات والتشويق والدراما العالمية التي تدار خلف الستار على أعلى مستويات السلطة. وقال كلينتون في بيان العمل على تأليف كتاب بشأن رئيس لا يزال في السلطة على أساس ما أعرفه بشأن العمل والحياة في البيت الأبيض وكيف تعمل واشنطن، وحمل الكثير من المرح.
الطائرة الفضائية الأمريكية التي لا يعرف الكثيرون عنها هبطت في إحدى مدرجات الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة فضائية غامضة استغرقت عامين. وقالت شبكة البي بي سي أن طائرة فضائية تابعة للقوات الأمريكية هبطت في مركز كينيدي التابع لوكالة الفضاء ناسا بفلوريدا بعدما قضت عامين في مهمة سرية. وأكد مسؤولون في القوات الجوية الأمريكية إلى أن لديهم حماسا كبيرا لمعرفة المعلومات التي جمعتها. وتبعا لبيان صحفي فإن البرنامج صمم لإجراء تجارب وتطوير مركبات فضائية يمكن استخدامها عدة مرات. وتقول الشبكة إن ثمة كثير من التساؤلات عن مهمة المركبة السرية التي قضت 24 شهرا في الفضاء. من بين أكثر الأخبار المنوعة قراءة ما جاء في صحيفة القدس العربي بعنوان مدينة إيطالية تمنح 2000 يورو لمن ينتقل للعيش فيها. وتفيد صحيفة القدس العربي إن رئيس بلدية مدينة بوريدا الجبلية في إيطاليا التي يقطنها 394 نسمة فقط عرض مبلغ 2000 يورو لأي شخص يقوم بالانتقال إلى المدينة للعيش فيها. وجاء هذا القرار في محاولة لكبح جماح تناقص أعداد السكان في المدينة الواقعة في إقليم لوغوريا شمال غربي إيطاليا والتي ترتفع 420 مترا عن سطح البحر. وتضيف القدس أقدم عمدة المدينة دانيلي غالينو على هذه الخطوة بعد أن تركها معظم شبابها للبحث عن عمل في المدن الكبيرة. وذكرت بلدية المدينة أن المبلغ المقترح وهو 2000 يورو سيتم تقديمه للشخص الذي يقوم بنقل إقامته إلى المدينة الجبلية أو عند استئجاره لأي مقر سكني بها. النكبة والنقد الذاتي. تحت هذا العنوان كتب بدر الإبراهيم مقاله المنشور في العرب الجديد مذكرا بما حدث للعرب يوم نكبتهم الكبيرة. لا يمكن التفاعل مع الواقع العربي المتردي في شتى المجالات من دون تفعيل النقد الذاتي إن كان المطلوب هو الانعتاق من هذا التردي. منذ النكبة عام 1948 حين ضاعت فلسطين، مرورا بنكسة عام 1967 حين تمكنت إسرائيل من احتلال باقي فلسطين وأراض عربية في سوريا والأردن ومصر، وصولا إلى زماننا هذا، يحاول كتاب عرب كثيرون أن يفهموا أسباب الهزيمة ويوزعوا المسؤوليات، فيجنح كثير منهم إلى ترديد كلام حول النقد الذاتي لنتحمل نحن المسؤولية عن هزيمتنا ونبحث داخلنا عن المشكلة ونحلها. نلحظ أن قسماً لا بأس به من النقد الذاتي لمجمل مظاهر التردي العربي لا تعالج قضايا مثل أنماط الإنتاج والواقع الاقتصادي الاجتماعي وبنية السلطة السياسية، وإنما تذهب إلى تحليل ثقافوي تبسيطي من نوعية جمود العقل العربي ضمن نظرة جوهرانية لا تاريخية لا تعترف بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هكذا يصبح فشل التحول الديمقراطي عائداً إلى طرائق تفكيرنا، وانتشار العنف السياسي مرتبطاً مركزياً بالتراث وبلاياه، والجمود الثقافي سبباً للنكبة المفضية إلى قيام الكيان الصهيوني من دون اعتبار للظروف الاقتصادية والسياسية. يشير الصديق ثائر ديب إلى نموذج النقد الثقافوي عند صادق جلال العظم في كتابه النقد الذاتي بعد الهزيمة، إذ يعلل العظم الهزيمة بوجود مجموعة من العيوب التي تطبع سلوكنا وأنماط حياتنا. يتكرر كلام العظم اليوم بأقلام عدد من الكتاب العرب على شكل هجاء لثقافتنا وواقعنا، إذ يفرغون غضبهم من هذا الواقع أو يوضحون انحيازهم لثقافة المنتصر باحتقار ثقافة الذات المهزومة، لكنهم لا يقدمون تحليلاً ذا قيمة لأسباب التراجع والتردي. نشر موقع ديلي ميل مجموعة من صور التقطها مسافرون من على متن طائرات تقلهم إلى وجهات مختلفة، وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيفة الإمارات اليوم نقلتها تحت عنوان إطلالة ما بين السماء والأرض. نتابع الصور.
في هذه المجموعة من الصحف والصور العربية بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم كاريكاتور. دمتم بخير.